مبدئيا كده فكره التعميم على المشاكل او العيوب، يعني احنا بقى عندنا موضه خلاص اي حد فيه مشاكل يتقال عليه انت توكسيك. فعايزاكي تقولي لي الفرق بين الشخص اللي عنده عيوب عاديه وبين الشخص اللي هو بيبقى فعلا مؤذي. بس تعالي نتفق الاول على حاجه، ان مفيش حد بيدخل في علاقه وهو قاصد يلا انا هاذي الشخص اللي معايا، انا جايه ادمر. يعني مفيش حد بيصحى الصبح انا هاذي مين النهارده، يعني هنكد على مين. ده ما بيحصلش. ولكن اللي بيحصل ان انا ايه اللي انا محتاجه دلوقتي وهتغذى على مين عشان اكفي احتياجي. اوكي. فهو لازم ناخدها قاعده كده، ان كل فعل سلبي وراه نيه ايجابيه. لكن فده معناه ايه؟ ده معناه ان اي شخص بيعمل شيء سلبي يؤذي الناس اللي حواليه هو بيغذي عنده هو احتياج معين. اوكي. فده اللي احنا محتاجين ناخد بالنا منه. يعني قصدك ان هو ما بيبقاش قصده. بالظبط. اوكي. فهو مفيش حد بيبقى الله انا مؤذي. ده مش موجود. بس في حد عنده صفات بتأذي الشخصيه اللي معاه. ما هو ده لا يعفيه بقى. بالظبط. يعني عندي مشاكل اروح احلها. بالظبط كده. انما ما بقاش عندي مشاكل وانا يعني جاهله بيها تماما وعماله اذي اللي قدامي. بالظبط. طب لو قلنا مين اكتر الشخصيات المؤذيه في العلاقات؟ بصي، في شخصيات كتيره جدا، بس اكتر شخصيه مؤذيه هي الشخصيه النرجسيه. طبعا. وبرده خليني اقول لك على حاجه، ممكن واحده تبقى عاطفيه جدا جدا. فلو شخص عقلاني قوي او عنده برود في المشاعر، ده يبقى بالنسبه لها مؤذي جدا، مع ان هو مش نرجسي. هو مش مؤذي. ولا مؤذي، هي ولا اللي عندها ولا احتياج، بس هو بالنسبه لها مؤذي. فهي النقطه كلها بتبقى في ايه؟ ان الشخصيه دي مع الشخصيه دي هيبقوا ماشيه مع بعض. بالظبط. اوكي. اي حد بيؤذي مشاعري هو مؤذي بالنسبه لي. اي انسان بيتعامل على ان هو محور الكون هو مؤذي بالنسبه لي. اي انسان مش فاهم معنى العلاقه، ان احنا اتنين في علاقه، ده مؤذي بالنسبه لي. فهي البوينت كلها ان في شخصيات كتيره حوالينا مؤذيه بس بالنسبه لنا احنا، لكن هم نفسهم مش مؤذيين.